افتتاح السنة البيداغوجية الاطلاع على وضعية مراكز الصيد بأرزيو وكريشتل هي أهم النقاط التي ميزت زيارة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي لولاية وهران. التفاصيل مع بالمهدي بالمهل. بتواجده منذ ساعة مبكرة من صبيحة اليوم بميناء أرزيو، يكون قد كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي عن إرادة جادة لترشيد القطاع من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات بمساهمة مختلف الشركاء. وكحلقة مدرجة في خانة خلق الثروة، اطلع الوزير على مصنع تعليب المنتجات السمكية بحاس عامر، وكذا مشروع توسيع ملجأ الصيد البحري بكريشتل. الزيارة هي متمحورة في الحقيقة على التكوين، لأن اليوم نفتحوا السنة البيداغوجية الخاصة بمنظومة التكوين للصيد البحري، ولكن اغتنمنا الفرصة باش نزوروا بعض المناطق الخاصة بالمهنيين، وزرنا أرزيو وهنا كريستال. وفي نفس الوقت هذه الزيارة تسمح لنا باش نشوفوا حتى الاحتياجات تاع المهنيين. في ختام زيارته أعطى إشارة انطلاق السنة البيداغوجية في حفل تضمن أيضا تسليم شهادات تقديرية لبعض المتخرجين والمتقاعدين.